أهلاً وسهلاً في أستراليا، بريسبن تحديداً، دولة جديدة ومكان جديد في برنامج سكن 101 في نسخة جديدة لكم جمهورنا الكريم. عدد كبير من الطلاب المبتعثين السعوديين والسعوديات موجود في هذه الدولة يدرسون، ولهم خبرة كبيرة تستاهل أن نتقابل معهم ونعرض لكم خبرتهم، بالذات اللي حابين يغيرون سكنهم الحالي أو اللي راح يجي لأستراليا ويدرس في بعثة جديدة وتجربة جديدة في حياته. حنكون حبل مساعدة للجميع، نوصلهم ببعض النماذج المهمة للسكن في أستراليا تحديداً في بريسبن. أتمنى أنكم تستمتعون معنا في البرنامج، في مجموعة من الأسرار نكشفها لكم، كونوا معنا. أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة في برنامج سكن 101. اليوم عندنا حالة مختلفة تماما، طبعا احنا مشينا بالسيارة يعني زمن مش سهل، فيبدو ان خرجنا من داخل المدينة ورحنا المكان شوية بعيد رايق، واحنا داخلين شايفين صراحة صور حلوة. اليوم عندنا حالة في السكن مختلفة، اثنين أقارب ساكنين في عائلة واحدة، ساكنين مع عائلة أسترالية. كيف طريقة حياتهم؟ ليش بعيدين؟ ايش طبيعة السكن؟ انا شايف ما شاء الله فيلا كبيرة، فخلونا نتعرف على كل التفاصيل والمصاعب اللي واجهتهم وايش افضل الاشياء اللي حصلوها في هذه العائله من خلالهم. شباب ينتظرونا الحين، اهلا وسهلا. السلام عليكم. هيثم بقري. اهلا هيثم، كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اهلا عبد الله، حياك الله. كيف حالكم؟ الحمد لله. ايش اخباركم؟ والله الحمد لله طيبين. انا شايف انه المنطقه كانه احنا يعني خارج المدينه جدا، يعني في زي ما تقول قريه، احنا نقول عندنا في السعوديه او تاون صغيره. والله شوف يعني وفقر، يعني احنا في محميه، احنا بعيد نوعا ما عن السيتي، بس انه يعتبر يعني قريب من السيتي بنفس الوقت، بس انه هاي ترى تعتبر نوعا ما محميه. محميه يعني ممكن نحصل حيوانات ولا ماشي. اي ممكن تحصل في الطريق انت لو لاحظت الطريق وانت جاي. أيوة. هتلاقي لوح كوالا وكانجرو انه ممكن يمروا من الشارع ذا، فانتبه. طيب كويس، انا بيني اذا في حاجه عشان انا علاقتي مع الحيوانات مش لابد. ما شاء الله المطبخ ما شاء الله. وهذه ام العيله لوريس. هاي لوريس. هاي لوريس. هاي ام جود ثانك يو. هاو ار يو؟ جود. ذيس از عبد الوهاب. ثانك يو. نايس تو ميت يو تو. هاو ار يو؟ ام ويل. اي كان يو كم هير بليز؟ اي وانا اسك يو بليز. اي ثينك ذي ار ان لوف وذ ذيس هاوس اند اكزاكتلي وذ يو. سو ذات واي ذي موفد وذ يو. سو جيف مي لايك سم انفورميشن اباوت ذيم. هاو واز يور اكسبيرينس وذ ذيم؟ Well, I've done international homestay for over 20 years to many students. So when I was asked to take two boys from Saudi Arabia, I didn't really care where they were from, but I have had Saudi Arabian gentlemen before, and so I knew what I was in for. Everyone asks me, what do they eat? It's the hardest question, I think. Food. It's easy for me. Okay. Because I have two sons, one 25, one 22. Oh, the same age, and I think. And an Italian husband, so that makes three children. Okay, good. And so I just pretend that they are allergic to pork. Yeah. Okay, they said to me, you just moved to this house like 2 days ago or yesterday. Yes. So did they help you or not, honestly? Oh my goodness, did they help? Yes. Really? Yes. They have to, yeah. Yeah, between her husband. Oh, this is my husband Frank. Oh. And they've come to learn about Australia and why we are doing homestay. Is that all right? Yes, it's all right.
الله ندخل من هنا يا شباب. يلا تفضل على الغرفة. ما شاء الله. هنا إيش؟ هنا الغسيل، غرفة الغسيل. ممكن نأخذ عليها بعدين. هنا الصالة نرجع لها. هذه غرف لكل مبتعث، أهم حاجة الغرفة. أيوة. برونا غرفكم يا شباب. هذه غرفة هيثم. أيوة. هذه غرفتي الصغيرة وهذيك غرفة عبد الله. طب أيوة. خليني أروح مع هيثم أول. تفضل حياك الله. يلا بسم الله. طبعا دبي انا مذاكره ودبي نازل مرتبها ما اتفقنا بس انا اتبع على خفيف بس انا احاول طبيعيه انا اضيفها قد ما اقدر يعني انت طبعا دبي ناقل يعني صراحه ما كانت طيب معانا فهد على الكاميرا يعطينا بس المرافق عرفنا عن مرافق الغرفه طبعا التلفزيون صاحبي دائما والسوني هذا الصديق الصدق في استراليا حلو هنا عندك اللابتوب حق الجامعه الله يعني السرير مو كانه صغير شوي ولا يعني شوف صراحه السرور في المسلسل يختلف يعني بعضهم يجيب لك سينجل بيت بعضهم يجيك كوين اكبر حلو. شويه بس يعني ما تفرق معي صراحه انت بس تنام ومطل ما شاء الله على مطل على الحديقه حلو وين الدواليب عندك؟ نوعا ما كبيره الدواليب ممكن تشوف الدواليب ولا قرنبع صراحه يا خلينا نشوف يعني الناس تعرف مبتعد كيف عايش يعني طيب تقديمي ناقل انا مش كويسه طيب هذه الدواليب وهنا طب هذه الدواليب تحط فيها ملابسك اي حزمه ملابسي في وهنا عاد ملابس زبع اللكته وفي لسه باقي اللي يبغى غسيل غسيل شغل طيب في كاويه برضه هذا الكاوي لان انا كنت ساكن قبل هوم ستي في شيرينج هاوس خليني اشوف غرفه عبد الله يلا الشنطه لسه برا يعني واضح انه لسه ما سوى اي شيء طيب يعني سرير مكتب كل اللي قدرت اسويه سويته بس انه لسه ابغى لي وقت لسه ما هذا الدولاب مين اللي بيشوف الدولاب؟ لا هذا مو الدولاب هذا الغرفة الثانية هنا الدولاب هنا الدولاب الدولاب يعني الله يعين يعني عادي ما صرت ولا شيء بس انه الشنط مرمية هنا كل شيء مرمي حلو بس حجم الدولاب كويس حجم الدولاب مرة تمام ايه مناسب طالب مبتعث ما شاء الله سبعة جديد ترى افضل بكثير لازم طيب الشمس هنا ما شاء الله ما يحتاج هنا دولاب ثاني حلو عندنا طبعا فهد يعطينا المكتب طبعا في لفته مهمه حقيقه ان اي طالب يبغى يجي بلد ابتعاث لازم يحافظ على الشيء هذا، هذا حاجه مهمه وحقيقه الله يعطيكم العافيه. طبعا هنا عندنا الصاله الاساسيه للبيت. حلو. لانه المدخل الرئيسي للبيت من الناحيه هذه. يا سلام. هذا زي الاستقبال الرئيسي للبيت. جميل جميل. الصاله الاساسيه هي الثانيه فيها تلفزيون. وشبك نار كمان هنا والدنيا. حلو متمسكين بالتراث ما عندك اي مشكله واهم شيء لو تلاحظ النور على فوقك ايوه لا توقع من الاساسيات الله 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 هذا التاريخ السعودي القديم صراحه انا الحاجه اللي لفتت انتباهي المسبح فخلينا نروح نتكي على المسبح شويه بعد اللفه يلا على المسبح حياك. بسم الله طيب خليني اتكلم معاكم عن الحياه داخل البيت عاده العوائل الغربيه تحديدا احنا في استراليا في كذا اشياء غريبه في انظمه عندكم انتم في البيت لازم تتبعونها في اشياء ممنوعه في اشياء مثلا كذا لوائح لازم تلتزمون فيها في والله كذا حاجه يعني تتوقع الشيء الكثير اللي هم دائما يكون ملفت الانتباه موضوع لما تروش لما تاخذ لك شاور ما يكون اكثر من 5 دقائق أوه. بس ما احنا ماخذينها هي قالت لكم دحين ما تروش اكثر من 5 دقائق هو اغلب الهمسيات كذا لان المويه ترى هنا مره غاليه لا الحين تكلمني عن عائلتك اللي عندك انا العائله حقي قالت 5 دقائق انا وعبد الله لا ما يركزوا كثير ما يركزوا كثير بس يعني ممكن دق عليك الباب اطلع لا لا ما تسوي هذه ما تسوي بس غيرها ايوه واحد من اصحابي سووا كذا واحد من اصحابي ايش كان مسوي له؟ مدي له ساعه من الرمل يلفها يتروش لين ما خلص الساعة حاجة غريبة طيب ايش في قانون ثاني كذا لازم البيت هذا يعني تنتبه فيه ولا الكهرباء بس قفل اللمبات قفل اللمبات وراك الكهرباء برضو غالية عندهم هنا والبيت الجديد خاصة كل ما تدخل قفل اللمبة قفل اللمبة قفل اللمبة اول ما جيتوا انتوا البيت مثلا اول جلسة بينكم جلست معاكم قالت له شوفوا ترى كذا كذا ممنوع كذا كذا لك كذا كذا لي ولا كان الموضوع حبي قالت تعيشوا حياتكم زي ما تبغون صراحة هذا الهوم ستي قالت لي بس على الحمام على اللمبات هذا هو كل شيء قالت لي جو كريزي ان اني ثينج يو وونت اصلا خذ راحتك سوي اللي تبغاه تقدرون مثلا تعزمون اصحابكم يجون هنا البيت؟ استثناء احنا لان والله شوف احنا
انا كلمتها مره قالت لي مو مشكله بس لازم تقول لي وانا اكون في البيت. بس انا ما قد فكرت الصراحه اسويها. ما احتاج البخاري ما له داعي. نتكلم نشوف الى اي حد هم ممكن يكون يعطيكم راحتكم. تجربتكم انتم في العائله كانت كويسه. ايش نتعرف على افراد العائله؟ احنا شفنا الام قبل الام والاب. عندهم ولدين. الولدين طبعا ساكنين برا بس انه بيجون كل جمعه كل سبت. طيب موضوع العادات والتقاليد مؤثر معاكم شويه ها عبد الله؟ يعني في شيء كذا صعب يفهموه منكم او انتم صعب تفهموه معاهم؟ والله ما في شيء يعني موضوع الصلاه موضوع الى اخره. لا الصلاه هي متفاهمه يعني قد جو عندها طلاب سعوديين قبل وفاهمه كل شيء فاهمه الاكل عندنا ما ناكل خنزير في اشياء ما ناكلها نحن اللخبطه ما ادري ما ناكل نحن فهي خلاص اي حاجه شخصيه يعني هي تقول لك في البدايه ايش تاكل انت وايش ما تاكل. طيب انت بالنسبه لك كيف كونت صداقات مع استراليين ولا بس والله شوف يعني صراحه اللي في الشعب الاسترالي صح انه هو يعني طيب وحبوب بس انك تكون علاقه ترى مو سهله يعني شوي صعبه يعني كصداقه يعني صعب شوي انك يعني انت لو عندك يعني السعوديين تسال كثير من السعوديين في استراليا يقول لك ما اعرف يعني قليل اللي يعرفوا اصحاب يعني وغالبا يكون بينهم شيء مشترك اللي يعرفوا الاستراليين يعني ايش الشيء المشترك؟ والله يعني اذا كان سواء خراب ولا كان يعني رياضه يحبوها يلعبوها مع بعض شيء زي كذا اذا جيت على هواهم ياخذوك ايوه بالضبط مع السلامه بالذات يعني في موضوع الخراب يعني طالما انه انت مثلا على هواهم بالضبط يعني نادر ما تلاقي يعني ناس سعوديه معهم استراليين بس يعني في يعني مو ما في بس انه شيء يعني نسبه قليله مقارنه يعني بامريكا صراحه انا بشوفها اللي في امريكا مره يعني دائما عندهم اصحاب امريكيين ويخرجوا معاهم وزي يعني يمكن بحكم طبيعه الشعب احس الشعب الامريكي افضل من الشعب الاسرائيلي في الناحيه هذه فقط لكن كمان ويعني محبه وزي كذا احس انه افضل يساعدوك هنا سلام رومانسيه لا بس من جد يعني يساعدوك ترى يعني يجيبك انا جيت ما عرفت اتكلم ولا لغه ولا كلمه بس يعني الحمد لله يعني الحين تقدر تقول وات يور نيم ايوه لا طورت خلاص والله البعثة فتحت مسار كيف اطلب في مطاعم وكذا في تطور يعني طيب علاقتك كويسه مع الولد الثاني انت كنت ايوه جيمس هو بيرسونال تريننج يعني يدربك وانا صراحه درست معه يمكن شهر ونص كان يجي البيت يعني يدرب لياقه وبوكسينج كذا صحوبيه ولا تدفع له؟ لا كنت ادفع له كان ياخذ على الساعه أوكي. بس انه منها بدات علاقتي اقوى بيه يعني الحين اخش على فيسبوك اساله اسئله بالنسبه لهذا يجاوب عادي يعني هنا ترى لو مثلا تبغى تاخذ منه جدول ترى تدفع له فلوس ما في شيء ببلاش يقول لك هذا مصدر دخلي ترى مو اي احد يعني انت تخش مثلا تروح نادي ترى كله بفلوس هنا بس يعني انا اقصد انه ما في صديق مثلا انه انت تطلع معاه تمارس اللغه تروحون مثلا مقهى تروحون مطعم تروحون تتمشون مثلا نزهه على البحر ما في لا صعب شوي انك هنا صعبه استراليا ما اتوقع تحصل صعب شوي استراليا ما تحصل يعني انترناشونال يعني يجيد اللغه يعني مره ممتاز في اللغه يعني مثلا طالب جامعه كوري برازيلي اي كان بس انه يجيد اللغه فهذا يستفيد منه برضو طيب خليني اسالك اذا في حاجه سلبيه في البيت هنا يعني احنا قلنا اشياء حلوه كثير يعني فاعطيني حاجه كذا عشان نكون صادقين مع الناس شويه نقول لهم والله في هذا الشيء ضايقتكم مع العائله الاسترالي والله انا ما ضايقني الا البعد يعني انا مره واحده جربت الترين لما جيت من الدوام اول مره اجي البيت يعني اخذ مني نص ساعه الترين بالترين نص ساعه بس يعني في حل انه انت تستخدم الترين وتروح وتجي لا ايوه هذا يعني شوف الترين يعني ميزه الترين ايش؟ شغال لاخر الليل يعني يشتغل لين واحده في الليل حلو وعارف الجدول مو زي الباص لو كان باص ما حقعد ما اتوقع ينزلك جنب البيت الحين ولا ايش؟ لا ينزلني من هنا 10 دقائق بالسياره اروح انت بالنسبه لك ايش المشكله؟ والله شوف يعني اولا احط معلومه ان ترى العائله تعتبر ثريه عشان كذا البيت يعني حلو يعني لا توقعوا انه كل بيوت العائله الاستراليه بالطريقه دي في ممكن افخم جماعه طايحين على وفي اقل الحمد لله من الله ففي افخم وفي اقل يعني انت وحظك وبالنسبة يعني البعد طبعا ترى البعد انا اعاني منه جدا انه زي ما قلت نص ساعة بالقطار وممكن الحر انا احب المكيفات هنا ما في مكيفات ما في مكيفات تعرف في السعودية المكيف ما ينطفي في البيت طيب ما شاء الله احنا شفنا البيت الحين وشفنا العائله وشفنا كمان يعني البلد واحنا جاي في الطريق يعني ما انتبهت كثير في الطريق فنبغى نشوف المكان اللي انت فيه صراحه انا عندي اجتماع عشان الجامعه ايش لازم اسويها الحين استاذنك ايوه عشان بروح اخذ سيارة طيب لا ابد محل دراستك اهم شيل البرنامج
يوريك الاحياء اللي جنبك. خلاص عون تشرفت فيك، الله يعطيك العافيه، مشوفين على خير ان شاء الله. تسلم، الله يعافيك. يلا عاد انت الحين دورك يبدا مع مرشد سياحي. طب خلينا نشوف المنطقه اللي احنا فيها. يلا حياك. ما يعني ما في اشياء كثيره اقدر اوصف عليها، يعني منطقه ريفيه، يعني ما في لا كافي قريب من، يعني في اشياء قريبه بس ما لك سياره عليها. طيب في ريفر سايد عندنا بس نبغى له مشي ربع ساعه من منطقه هريه. خلينا بس نطلع الشارع شوي. هذا مدخل هنا رقم البيت. انت ما شاء الله يعني كيف تتاقلم مع الجو؟ جو شايفه متقلب مره كذا. هذه في كل استراليا، هذا في كل استراليا، في كل ما شاء الله. ضبط عمرك في الدفايه، احنا يبغى لنا ما يعني ما يحتاج لازم تتعود شويه. خلاص راح يصير جاكيت وجنبه في اي لحظه ممكن ما جاكيت ومظله، هذه اهم شيء جنبك. ايوه لانه فجاه الدنيا شمس مطر على طول. طيب خليني اتكلم معك صراحه في اهم نقطه في الموضوع. يمكن كثير من اللي بيتابعونا الحين يبغون يسالون عن موضوع السعر. انت ساكن مع عائله قلت لي ثريه، وعنده ما شاء الله البيت هذا اللي كأنه قصر وحواش ومسبح وإلى آخره. كم تدفع بالأخير؟ أنا أدفع هنا أسبوعياً 800 تقريباً. 800 دولار؟ 800 لا 800 دولار في الشهر. أسبوعياً 200 دولار. 200 دولار. العملة الأسترالية طبعاً. العملة الأسترالية. فهذا سعر يعني. أنا أشوفه منطقي مرة يعني. مرة قياسي عشان هنا ما عندي أنا مواصلات. أيوه. مواصلات بعيدة. فياخذ مني فلوس اكثر، فهم منقصين مني الفلوس عشان المواصلات عشان اخذ الترين. طيب لو تكلمنا عن الافرج في استراليا او تحديدا في بريسبن هنا، في ما يعني مبلغ معين تقدر تعطيني اياه كافرج للي يبغى يسكن بالذات؟ يعني اللي شوف انا يجي يعني انا اقول لك ممكن احنا سبيشال، يعني ممكن احنا سبيشال. هذا مره رخيص. 800 رخيص مره؟ مره رخيص. مرة ممكن تحصل اقل، بس انه ممكن ما تحصل زي هذا الكونديشن حق البيت يعني. يعني مره البيت كبير وحلو ب 800 بس عشان المواصلات. بس انه في وسط قريب من السيتي يرتفع السعر لانه انت ما عندك مواصلات. المواصلات اذا انت عندك تاخذ مواصلات اقل سعرها على حسب الزوم حق السيتي. فالافرج يكون 1050 1040 في الشهر. برضو يعتبر سعر حلو. يعتبر سعر حلو. يعني نقول مثلا تسعيرات السكن مش مره غاليه في كل ما ابتعدت عن منطقة السنتر في المدينة. كل ما ابتعدت عن المدينة يرخص السعر. يرخص السعر. يعطيك العافية وأخذنا معلومات حلوة، إن شاء الله يكون قدر المستطاع أعطينا كذا نموذج سريع للعوائل الأسترالية، لكل شخص يبغى يسكن مع عائلة أسترالية أو حيجي لأستراليا قريب ويسكن. أنا أشكرك باسم اللي تابعونا، قدمت معلومات حلوة، تجربتك ثرية، يعطيكم العافية، شكرا جزيلا.